السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم أعزائي المتابعين. أنا مش مصدق أنت عفريت علاء الدين صح؟ هو لا، أنا أقوى بكتير وأقدر أعمل لك حاجات هو ما يقدرش يعملها. قلت له زي إيه يعني؟ رد قال لي القتل مثلا. قلت لا يا عم، ابعدني عن القتل، عن الكلام ده. انا كل اللي عايزه فلوس كتير. قال لي سهلة، كل الفلوس اللي تطلبها في اي وقت هتلاقيها، بس في حاجة نسيت اقولها لك، ان مع كل طلب هتطلبه انا هطلب منك طلب في المقابل. هيبقى طلب تافه تقدر تعمله بسهولة ومش هغصبك على حاجة. لو مش هتقدر تعمله خلاص، بس انا مش هقدر انفذ لك طلبك وتقدر تطلب حاجة تانية وتشوف المقابل بتاعها هتقدر تنفذه ولا لا. قلت تمام نجرب. ايه مقابل الفلوس؟ قال لي انك تفضل ساكن هنا، تقدر تخرج في اي وقت وتعيش حياتك عادي، بس لازم تقعد هنا ساعة على الاقل كل اسبوع. مقابل كده تقدر تطلب اي فلوس في اي وقت. انا شفت مقابل تافه الصراحة بالنسبة للفلوس. قلت قشطة، هات 1,000,000 جنيه. في ثانية الفلوس كانت تحتي، عملت كل اللي انا عايزه، اشتريت عربية وبقيت امشي بيها كل يوم قدام بيت اللي كنت خاطبها عشان ادلهم. حبيت واحدة اسمها نور من نفس الشارع وكلمتها وبقينا نخرج مع بعض كل يوم، والحياة حلوت معايا. وفضلت ساكن في الشقة، بعد اسبوع الفلوس خلصت طلبت تاني واداني. فضلت شهرين كده، كل ما الفلوس تخلص اطلب تاني. طول الشهرين كنت بتكلم معاه كتير، بقينا اصحاب جدا. في مرة قال لي انت عمرك ما فكرت تطلب حاجة غير الفلوس؟ قلت له مش محتاج غيرها. قال لي انا لما شفتك اول مرة عرفت عنك كل حاجة، عرفت حاجات انت ما تعرفهاش، زي ان ابوك اتظلم من اشرف اصحابه ومضاب العافية على بيع نص المحل ليه، ده غير الشيكات، وابوك ما استحملش ده كله ومات من الصدمة، يعني هو السبب في موته. انا بقولك كده لان حرقي للمحل ما اثرش فيه. النهاردة المحل رجع احسن من الاول. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي اطلب. قلت له انا قلتلك في الاول ماليش في القتل. قال لي في طرق تانية مش شرط قتل. عمال افكر في انتقام، جه في بالي اخليه يلبس فستان في الشارع واخلي الناس تصوره، بس قلت دي قديمة والناس هتقول بيقلد. ما لقيتش غير اني اخليه فقير. قلت له ايه مقابل الطلب ده؟ قال لي الجواز، ما تقدرش تتجوز ولا تخطب لمدة سنة، بعد كده انت حر. وافقت بعد ما قعدت مع نور وقلت لها اني مش هقدر اتقدم لها غير بعد سنة، وهي وافقت. وبعد شهر سمعت ان اشرف انتحر بعد ما دبح مراته وبنته وابنه اللي عنده 2 سنين. سألت الناس هو ليه عمل كده، قالوا لي الراجل ده اتجنن، بقاله شهر بيقول الفلوس بتختفي، ومن يومين سمعناه بيتخانق مع مراته بسبب انها سرقت الفلوس اللي كان عينها. رحت جري على العفريت قلت له انت اللي عملت فيه كده وخليته يموت اسرته وينتحر. قال لي انا نفذت لك طلبك. قلت له ما كانش قصدي كده. قال لي خلاص المرة الجاية بحد. قلت مفيش مرة جاية، انا مش هطلب منك حاجة تاني غير الفلوس. قال لي براحتك. فضلت افكر في ان انا السبب وفضلت الوم نفسي ويا ريتني كنت لبست فستان، بس مع الوقت نسيت. وفضلت مستني السنة تعدي، فات 9 شهور وفاضل شهرين والسنة بتاعت المقابل تخلص وتقدم لنور. في الوقت ده كان فاضل نص ساعة بالضبط على السنة الجديدة، وانا قاعد مع العفريت بقول له فات سنة من ساعة معرفتك، فاكر الأغنية اللي غنيتها في الحمام؟ ايه رأيك نغنيها؟ انا متفائل بيها. ما ردش عليا. بدأت اغنيها، لقيت شكله متضايق. قلت له خلاص مش هغنيها، عارف ما بتحبش تسمعني وبغني. قال لي في خبر هيزعلك كمان شوية. ايه اللي ممكن يزعلني؟ ما جاش في بالي غير نور. اتصلت بيها ما بتردش، كانت لوحدها في اليوم ده. قلت له شوف لي نور ما بتردش ليه؟ قال لي روح بيتها وانت تعرف. رحت لقيت الناس كتير متجمعين في النور، قالوا لي لقوها مقتولة في البيت من 4 ساعات. رجعت الشقة وانا هتجنن. قلت له مين اللي قتلها؟ قال لي خلاص البوليس قبض عليه.
قلت له مين؟ قال لي احمد اخو خطيبتك القديمه، هو اللي قتلها. متاكد؟ قال ايوه، الكاميرات جابته وهو خارج، وكمان هيلاقوا بصماته على السكينه. انا قعدت اهدي نفسي شويه علشان ما اعملش نفس الغلطه بتاعه اشرف واسيبه للحكومه، بس افتكرت حاجه، ان لما كنت خاطب اخته احمد كان عنده 15 سنه، يعني هو دلوقتي عنده 16 سنه بس ومش هياخد اعدام. فضلت اتابع القضيه من بعيد، وانتشرت على السوشيال ميديا ناس كتير كانت بتقول ان من حقه ياخد اعدام، بس في نفس الوقت في ناس كانت بتدافع عنه بحجه انه طفل. عرفت انهم ما لقوش بصماته على السكينه، ده غير ان الكاميرات مش مبينه وشه قوي. قلت له ازاي انت مش قلت لي هو اللي قتلها؟ قال لي ايوه فعلا هو اللي قتلها، ومش بس كده، ده اغتصبها كمان، ودي مش اول مره يعمل معاها كده. اغتصب واحده من شهر وهددها انه يفضحها بصور ليها لو اتكلمت. كان في الاول بتاع دباديب، بس دلوقتي وسع المجال. عرفت ان القضيه اتطبخت. قلت له اتصرف كده هيطلع. قال لي اطلب. قلت له اثبت ان هو اللي قتلها. قال لي كده انت هتغير الحكم على واحد؟ قلت له والمقابل؟ قال لي على حسب الحكم بتاعه، لو خد 10 سنين بسببك هاخد من عمرك اللي جاي سنتين، ولو 20 هاخد 4، ولو اعدام هاخد نص عمرك اللي جاي، يعني لو هتعيش 50 سنه هاخد 25 سنه. انا مرضتش اضحي. قال لي ممكن اموته لك، ودي المقابل بتاعها اسهل من تغيير الحكم. فكرت شويه قلت لا، انا جربت احساس اني اكون سبب في موت حد، احساس صعب مش هقدر اتحمله مره تانية. فضلت مستني شهرين لغايه يوم الحكم، والقاضي بيقول حكمت المحكمه ببراء وما كملش الكلمه ووقع ميت. مش هو بس، لا كل اهل احمد ماتوا، وكل اللي كانوا معاه في الجلسه بيدافعوا عنه كمان ماتوا، وكل اللي كنت اعرفهم بيدافعوا عنه على السوشيال ميديا ماتوا كلهم بسكته قلبيه. في لحظه واحده ساعتها حسيت بالقوه اللي معايا، واني لو كنت استخدمتها بدري شويه ما كانش ده كله حصل. بس خلاص من دلوقتي هستخدمها. صح، انا دلوقتي عرفت ان عندي قوه اقدر اقتل بيها اي حد في اي وقت، تستاهل فعلا المقابل بتاعها.